أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وإلى أعمدة الرأي والمقالات وعمود هذه الحلقة للكاتب والصحفي الدكتور زهير السراج. إذا جاء عمود الكاتب زهير بعنوان دقيقة واحدة، حيث ابتدر عموده قائلا: في مدينة مانشستر الإنجليزية كنت أقف منتظرا دوري أمام شباك التذاكر في محطة الحافلات لأشتري تذكرة سفر إلى العاصمة لندن لأداء بعض الأعمال، وكانت أمامي سيدة مسنة طال وقوفها أمام الشباك وهي تتحدث مع الموظفة التي قالت لها: الناس ينتظرون، أرجوك تنحي جانبا. ابتعدت المرأة قليلا لتفسح لي المجال، وقبل تذكرتي سألت الموظفة عن المشكلة فقالت لي بأن المرأة معها قيمة التذكرة ولكن ليس معها قيمة بطاقة دخول المحطة وهي جنيه واحد وتريد أن تنتظر الحافلة خارج المحطة وهذا ممنوع. قلت لها: هذا جنيه وأعطها البطاقة. وتراجعت قليلا وأعطيت السيدة مجالا لتعود إلى دورها بعد أن نادتها الموظفة مجددا. اشترت السيدة بطاقتها ووقفت جانبا وكأنها تنتظرني، وتوقعت أنها تريد أن تشكرني إلا أنها لم تفعل وطلبت مني أن أحمل حقيبتها. كان الأمر غريبا ولكنني وجدت نفسي وبدون تفكير أحمل حقيبتها واتجهنا سويا إلى الحافلة. وعندما أردت الجلوس على مقعدي جوار النافذة سبقتني وجلست علي بدون أن تنطق بحرف، فلم أحتج وجلست على مقعدها. فأخذت تحدق في وجهي حتى بدأت أتضايق من نظراتها التي لا أراها ولكن أشعر بها، وعندما حانت مني التفاتة نحوها تبسمت قائلة: كنت أختبر مدى صبرك وتحملك على قلة ذوقي وأعرف بماذا تفكر وسأخبرك به لاحقا، ولكنني أفكر الآن في الطريقة التي سأرد لك بها الدين. فأجبت بأن الأمر لا يستحق، فقالت: لدي شيء سأبيعه وأرد لك الجنيه، فهل تشتريه أم أعرضه على غيرك؟ فسألتها: كيف أشتري شيئا بدون أن أعرف ما هو؟ فقالت: إنها حكمة، أعطني جنيها وسأعطيها لك. فقلت: وإن لم تعجبني هل ستردين لي الجنيه؟ قالت: لا، فلا يمكنني استرجاع الكلام بعد أن تسمعه، كما أنني أريد الجنيه لأرد ديني. يواصل الكاتب هذه القصة ويقول: أعطيتها جنيها فقالت وعيناها تلمعان: إنها معلمة متقاعدة، جئت إلى مانشستر لزيارة صديقة وأنفقت كل ما معي وتركت ما يكفي لأعود إلى بيتي، إلا أن سائق التاكسي أحرجني وأخذ مني جنيها واحدا زيادة. فقلت في نفسي: سأنتظر الحافلة خارج المحطة، ولم أكن أدري أن ذلك ممنوعا. وأضافت: أحببت أن أشكرك بعدما رأيت شهامتك، وكنت ستقول لي بأن المبلغ بسيط وأقول لك إنك شهم. قاطعتها مبتسما: أتوقع بأنك ستحكي لي قصة حياتك، لكن أين البضاعة التي اشتريتها منك؟ أين الحكمة؟ قالت لي: فقط دقيقة. قلت لها: حسنا سأنتظر دقيقة. قالت لي: لا تنتظر، الحكمة هي فقط دقيقة، لا تنسى هذه الكلمة أبدا في كل أمر تريد أن تتخذ فيه قرارا، وعندما تصل إلى لحظة اتخاذ القرار اعطي نفسك دقيقة واحدة إضافية قد تتغير فيها أمور كثيرة، ولكن بشرط أن تتجرد عن نوازع نفسك وتستعيد في ذاكرتك كل القيم الإنسانية. فإن كنت مثلا قد قررت بأن شخصا قد ظلمك، فخلال هذه الدقيقة ربما تكتشف بأنك قد ظلمته أيضا، وعندها قد تتغير قراراتك تجاهه. وإن كنت نويت أن تعاقب شخصا، فإنك خلال هذه الدقيقة ربما تجد له عذرا فتخفف عنه العقوبة أو تمنع عن معاقبته وتسامحه نهائيا. دقيقة واحدة بإمكانها أن تجعلك تعدل أو تعدل عن اتخاذ خطوة مصيرية في حياتك لطالما اعتقدت أنها هي الخطوة السليمة، في حين أنها قد تكون كارثية. دقيقة واحدة ربما تجعلك أكثر تمسكا بإنسانيتك
وأكثر بعدا عن أهوائك وغرورك. دقيقة واحدة قد تغير مجرى حياتك وحياة غيرك، وإن كنت من المسؤولين فإنها قد تغير مجرى حياة مجموعة كاملة من البشر. يقول الراوي المجهول: قالت المرأة وأنا أستمع في ذهول: هل تعلم أن كل ما شرحته لك عن الدقيقة الواحدة لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة؟ قلت لها: صحيح، وأنا قبلت برحابة صدري هذه الصفقة، وحلال عليك الجني. قالت: بسطت يدها، بسطت يدها وقالت: تفضل، أنا الآن أرد لك الدين وأعيد لك ما دفعته عند شباك التذاكر، وأشكرك كل الشكر. دقيقة واحدة فقط أيها السادة هي الجملة التي يختم بها هذا العمود. إذن مشاهدينا الكرام، مباشرة نتحول إلى الفقرة التحليلية، فاصل قصير. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الفقرة التحليلية، وفي معيتنا الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية الأستاذة درة جنبو. أستاذة درة، دائما ما نسعد بحضورك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. ونذهب إلى تحليل عناوين الحلقة، والبداية بصحيفة أخبار اليوم، إذ جاء فيها: حمدوك يطرح مبادرته للجماعات الإسلامية والمسيحية. ثمن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك دور الطوائف والفرق والجماعات الإسلامية والمسيحية في المجتمع السوداني، مؤكدا أن الدين من المكونات الأساسية في بناء المجتمع وهويته. جاء ذلك لدى لقائه برئاسة مجلس الوزراء بقادة الفرق والطوائف والجماعات الإسلامية والمسيحية. وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح في تصريح صحفي إن السيد رئيس مجلس الوزراء طرح خلال اللقاء مبادرته، أي الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال والطريق إلى الأمام، في إطار التشاور المجتمعي والسياسي الذي درج عليه دكتور حمدوك في حشد الطاقات البشرية لصالح المشروع الوطني الكبير لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأبان أن قادة الفرق والطوائف والجماعات الإسلامية والمسيحية ثمنوا المبادرة واتفقوا على أنها مبادرة قيمة وعظيمة وتقدم حلولا للأزمات التي ظلت تعاني منها البلاد. وأشار مفرح إلى اتفاق جميع الفرق والطوائف والجماعات الإسلامية والمسيحية على تقديم رد مكتوب فيما يتعلق بالبنود السبعة التي وردت في المبادرة، وتسليمها في شكل مذكرة خلال الأيام المقبلة من أجل الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الآلية التي تنزل هذه أو تنزل هذه المبادرة إلى أرض الواقع. أستاذة درة، يعني مبادرة دكتور حمدوك، وهي أيضا تشرك الجماعات الإسلامية والمسيحية والطوائف الدينية بالبلاد، كيف تقرأين هذه المشاركة؟ بالتأكيد بما أنه رئيس الوزراء طرح مبادرته على الجميع، فبالتالي من الطبيعي جدا أن يلتقي جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة في المجتمع. رئيس الوزراء ينشط بشدة هذه الأيام في طرح هذه المبادرة وتسويقها، وتجد حتى الآن على ما أعتقد قبول ورواج جيد عند جميع المكونات في الساحة السياسية والاجتماعية في السودان. الخميس أعتقد أنه كان يوما حافلا جدا بالنسبة لرئيس الوزراء، لم يلتقي الجماعات الدينية فقط، وإنما التقى أيضا المجموعات النسائية في السودان، كل الأجسام الممثلة للنساء أيضا كان له معها لقاء طويل يوم الخميس، وكانت الانطباعات لتلك المجموعات عنه لدى كثير منها كانت الانطباعات إيجابية وجيدة. أيضا أعتقد أن التصريحات التي ظهرت في الصحف يوم الجمعة عن لقاء الخميس مع الطوائف والمجموعات الدينية أيضا كانت بالنسبة لها مؤثرة وإيجابية لحد كبير، هي جزء من سلسلة تحركات يقود رئيس الوزراء بنفسه لتسويق هذا المشروع الذي طرحه في الوقت الحالي، وطبيعي جدا أن يلتقي فيه أكبر عدد من مكونات المجتمع. جميل. إذن هذا المشروع يأخذ اهتمام متعاظم من رئيس الوزراء، وهذا بالتأكيد هو إيمانا منه بأن هذا المشروع يمكن أن يجتاز كثير من العقبات. لكن كوجهة نظر شخصية، مبادرة رئيس الوزراء مدى جدواها ومدى قدرتها على إخراج البلاد من عديد الأزمات؟ أعتقد أن أول نجاحات تلك المبادرة حين طرحها هو أنها مثلا سحبت التوتر الذي كان
يعني ينتشر بشكل واسع جدا في الشارع السوداني بشأن العلاقة المتأزمة بين المكونات العسكرية في السودان. أيضا من شأنها أن توضح للشارع السوداني أن رئيس الوزراء لا يكتفي بمجرد أنه شخص يتابع الأداء التنفيذي اليومي، بل يتقدم على القوى السياسية خطوات وعلى الأطراف جميعا في المشهد السياسي بتقديم حلول، ليست حتى يمكن أن تكون ليست في إطار واجباته ومهامه. رئيس الوزراء واجباته ومهامه في إطارها العادي والطبيعي في مثل هذه الظروف أن ينفذ البرنامج الذي تقدم له الحاضنة السياسية التي قدمته، لكن ما حدث هو أنه لم يتلقى شيئا من هذا القبيل في هذا الأمر. أيضا هنالك تشاكسات وصراعات واختلافات داخل هذه المجموعات المكونة لجميع المشهد السياسي، من سلطة، من أجهزة، من كل مكونات السلطة. أيضا أشرت أنه يبدو قد نال منه اليأس بخصوص فاعلية الأجهزة الموجودة حاليا مثل مجلس الشركاء. يعني معنى إن نظرت إلى المبادرة تجد أن رئيس الوزراء، أن مجلس الشركاء حينما طرح وأعلن عنه، أعلن عنه كان كجسم تنسيقي وحل المشاكل. كثير من الليترتش، كثير من الأدبيات والنثر قيل فيما يخص تكوين مجلس الشركاء، لكن واضح أن رئيس الوزراء قرر أن هذه الأجسام لا تؤتي أكلها، لا ليست لها تلك الفاعلية والنفاذية التي تستطيع من خلالها أن تحل تعقيدات المشهد السيادي. نقطة أستاذة درة تحتاج إلى توضيح، لكن بإيجاز إذا تكرمتي. يعني ألمح أيضا في رئيس الوزراء في خطابه عندما أطلق أو تحدث عن المبادرة بالمصالحة الوطنية، ما الذي يعنيه بهذا المصطلح وإلى ماذا يصبو؟ نعم، الرجل هذه العبارة في خطابه أثارت كثير من الجدل ولا تزال تثير كثير من الجدل، وأيضا تقع في إطار حساسية عالية جدا جدا لدى مكونات الشارع الثوري. بالتأكيد المصالحة الوطنية بالنسبة للشارع الثوري تستثني جميع من شارك في النظام السابق، وهذا هو جوهر خلاف الشارع الحالي أو توتر الشارع الثوري الحالي مع مسار السلطة الحالي في السودان. إذن ما الذي يمكن أن يقودنا إليه هذا السيناريو في الفترة المقبلة؟ أو إلى ماذا يقود؟ أي سيناريو الذي تحدث عنه رئيس الوزراء؟ هل يمكن حقا أن يتم تنفيذ هذا الحديث والمصالحة الوطنية؟ يمكن أن نشاهد أيضا مجموعة من النظام السابق حتى لو كان يعني من المسميات التي ليس عليها ضجة كبيرة، هل يمكن أن نشاهد إذن مصالحة وطنية سياسية؟ ربما تكشف التوترات التي تجري الآن في الشارع السوداني من أطراف النظام السابق، تكشف أنها تعلم جيدا أنها غير مقبولة، مرفوضة، ليست مستساغة، ليس مطلوبا وجوها، أنها نكهة غير محببة في الطبقة في الطبقة الحالي في المشهد السياسي السوداني، وهذا ما يثير التوتر الآن. صحيح. ما حدث في 30 من يونيو، محاولات ما يحدث الآن من بيانات من أطراف تهدد الدولة وتتوعدها، كل هذه إشارات لأن هذه الأطراف تعلم جيدا أنها لا مكان لها في المشهد الحالي. نعم، نتحول إلى صحيفة الوطن ومنها نقرأ: النيابة العامة تلاحق غوش عبر الإنتربول. إذ أعلنت النيابة العامة عن إحالة بلاغ خلية الأمن الشعبية الإرهابية للمحكمة المختصة التي حددت الأحد القادم موعدا لانعقاد أولى جلسات البلاغ. وكانت قوة من الأجهزة الأمنية عقب ورود معلومات لها بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية، وداهمت وكر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف في الخرطوم، وتم العثور بالمكان على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصال والحواسيب. وأشار بيان صادر عن النيابة أن التحريات والتحقيقات التي قامت بها النيابة أسفرت لاحقا عن القبض على 24 متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر وعدد من المواد الأخرى. أيضا جاء تصريح وجاءت إشادة من رئيس الوزراء بالدور الكبير التي قامت به الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على كثير من الخلايا التي حاولت أن تقوم بأعمال تخريبية في 30 من يونيو وما إلى ذلك. كيف تقرأين هذا الدور أولا؟
نعم، الحديث عن تورط مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة السابق صلاح غوش في أي أعمال تخريبية حديثة، حديث لا أعتقد أنه ذو قيمة. لماذا؟ لأن الرجل لديه أعمال أخرى تستحق أن يمثل بموجبها أمام القضاء في أوقات سابقة في فترة توليه رئاسة جهاز الأمن كلها. أعتقد أن ما يحدث الآن هو ردة فعل، وردة فعل غير حميدة، لا أعتقد أنها ستقنع الشارع كثيرا. بمعنى أنه راجت في الأسابيع الماضية، خلال الأسابيع الماضية وخلال الشهر ماض، أن غوش موجود في الخرطوم، وأكثر من صحيفة تحدثت عن هذا الأمر. لكن ما يهم الشارع أن هنالك أسئلة أهم من هذه: أين الرجل حتى الآن؟ لم تكن هنالك تحركات جدية لاستجلابه وإيقافه أمام العدالة. الرجل ليس متهما في هذه القضية فقط، وليس هو ليس مطلوبا على ذمة هذه القضية فقط، على ذمة قضايا أخرى سابقا وفي وقت سابق. يذكر الجميع أن السلطات السودانية حينما كان الحديث عن أنه مقيم في القاهرة طلبت من الحكومة المصرية تسليمه، لكن الحكومة المصرية بعد وقت طويل جدا ردت بأن الرجل لم يعد يقيم في أراضيها، وكانت الأنباء وقتها تتحدث عن تنقله ما بين القاهرة وعواصم إفريقية مجاورة أخرى. لكن في الحقيقة الرجل لم تكن هنالك جدية كافية لإلقاء القبض عليه. السؤال لماذا؟ هذا ما يجب أن تجيب عليه السلطات في الوقت الحالي. لماذا ليست هنالك جدية كافية لاستجلاب صلاح غوش ومثوله أمام العدالة؟ طيب، إذا كما قرأت أن الحكومة لم تتعامل بجدية كبيرة جدا مع هذه القضية أو مع قضية صلاح غوش، الحديث أن النيابة العامة تلاحقه عبر الإنتربول، ونقف قليلا على مشهد التخريب أو الخلية التي حاولت أن تقوم بأعمال تخريبية في يوم 30 من يونيو، أود قراءة لما قامت به القوات الأمنية في ذاك اليوم مع بعض التصريحات عن أنه بعض المواطنين تم إلقاء القبض عليهم، ليس لديهم أي علاقة بمظاهرات أو ما إلى ذلك. كانت هناك بعض الأعمال الانتهاكية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما تعليقك؟ أعتقد أن الأجهزة الأمنية في بعضها، خصوصا مثلا الاستخبارات العسكرية، تقوم بأدوار جادة جدا ومهمة وكبيرة. لديها قدرات جيدة، لديها معلومات جيدة، دائما هي في الوقت، الاستخبارات العسكرية بالتحديد. الأجهزة الأمنية الأخرى هنالك تفاوت في أدائها، بعضها يعمل على حسب اتجاهات معينة، والبعض الآخر يعمل ببطء قليلا. لكن المؤكد هو أن هنالك أفعالا كانت ستقع في ذلك اليوم تم تداركها، وكانت لو وقعت النتيجة ستكون سيئة بمعنى الكلمة. حدوث الانتهاكات، نعم وقعت انتهاكات ربما، لكن أعتقد أن المهم في هذا الوقت أن التقاضي والحصول على الحق في مثل هذه الأحوال متاح للجميع. بمعنى أنه هنالك نيابة مستقلة تماما عن الشرطة، مستقلة تماما عن القضاء، يستطيع أي مواطن التوجه إليها. لا أحد يمكن أن يرحب أو يصفق لأي انتهاك يقع بحق أي مواطن، إن كان مواليا للسلطة الحالية أو معارضا أو محايدا أو حتى جالس على الرصيف. إذن هذه نقطة إيجابية من النقاط التي يمكن أن نقول أنها أصبحت متاحة، يعني بعد عدة مظاهرات كانت هناك عمليات قتل من مجهولين ما إلى ذلك. هذا المشهد، هل استطاعت حقا القوات الأمنية أن تجتاز كثير من العقبات التي كانت تواجهها سابقا؟ خطوة في الاتجاه الصحيح. بمعنى أن هذه القوات الآن باتت أكثر قدرة على التحكم وإدارة المشهد بشكل أفضل مما سبق. أعتقد أن التغييرات التي حدثت في جهاز الشرطة، في رئاسة الشرطة، كان لها تأثير مباشر وواضح. وأعتقد أيضا أن الأحداث التي وقعت في ساحة الحرية الأسبوع الماضي في لقاء وزير الداخلية مع أفراد الشرطة كانت مؤثرة جدا في استعادة الضبط والانضباط داخل هذه القوات بشكل كبير. أسكتت الأصوات التي كانت تتحدث بلسان الشرطة كأنها قوة متمردة حتى على قيادتها. كان مظهر الشرطة مؤخرا أنها قوة متمردة على القانون أو على المواطنين، لكن في هذا المشهد كان المشهد سيئا جدا في ساحة الحرية، إظهار الشرطة بأنها قوة تتمرد حتى على قوانينها ولوائحها الداخلية في التعامل مع الرتب العليا ومع الإدارات. وكان لابد من أن ينهى هذا الأمر. في 30 يونيو تمظهر
هذا الأمر حينما سجلت قوات الشرطة حضورا كاملا بنسبة فئة 100% من التمام، أعني الداخلي الاستعداد والتمام الداخلي، سجلت في وقت مبكر من صباح 30 من يونيو. التمام كان مسجلا بنسبة 100%، التوزيعات كانت كاملة، كل شيء كان كما ينبغي وكما يعرف الناس الشرطة سابقا في أوقات مجدها وعزها، في أوقات سابقة قبل أن تحول إلى قوة مدنية معسكرة في سنوات سنوات نعم. النظام البائد. نعم، هنا وضحت الرؤية، ونأمل أن تستمر هذه النقاط الإيجابية التي بالتأكيد تنعكس على استقرار المواطن والوطن. إلى النيل الدولي، ومنها مجلس الوزراء ينعي فقيد الواجب والرقيب شرطة خالد إدريس، إذ ينعي مجلس الوزراء الانتقالي الرقيب شرطة فني خالد إدريس الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في تأمين حراك ذكرى 30 من يونيو بولاية القضارفة. مجلس الوزراء ينعي الفقيد خالد ويتضرع إلى المولى جل وعلا أن يتقبله القبول الحسن مع النبيين والصديقين والشهداء. ويؤكد مجلس الوزراء على مهنية الشرطة السودانية وتاريخها الباذخ ودورها الطليعي الوطني في حماية المواطن وممتلكاته وحراسة حدود البلاد وترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة. ويتقدم المجلس بخالص المواساة لأسرة الشهيد الرقيب شرطة فني خالد، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. يعني أولا ننعي المغفور له بمشيئة الله الرقيب شرطة خالد إدريس بالقضارف، أيضا صاحبت أخبار إصابة العديد من أفراد الشرطة في ذكرى 30 من يونيو. كيف تقرأين العنف الذي صاحب هذه المشاهد؟ نعم، واضح تماما أن العنف الذي صاحب المشهد هو جزء من المخطط الذي تحدثت الأجهزة عن إحباطه في ذلك اليوم. كذلك بات سمة من سمات التظاهر في الفترة الأخيرة ظهور عنف فيه ومحاولات للاشتباك مع القوات. ونذكر جيدا أنه في موكب سابق قريب جدا أيضا قتل فرد من أفراد الشرطة برصاص مجهول. أيوة. لم يتضح. نعم. حتى الآن هذه الأفعال كلها لم تكن موجودة في ثورة سلمية في وقت سابق. العنف يمكن أن يبرر أي أن يقسم أو يفسر، ليس تبريرا بأي حال من الأحوال، يمكن أن يفسر في هذه الحال بأمرين. عنف يقع من أطراف متعمدة ليست لها صلة بالثورة ولا بإصلاح مسار الثورة بأي حال من الأحوال، هي أطراف متكسبة تحاول أن تتكسب من حالة الغضب والاحتقان الشعبي لدى بعض الأطراف الثورية. وعنف آخر أحيانا يقع من بعض الثوريين، لا يمكن لأحد أن يدعي أن الثوار راضون وإلا لما خرجوا للشارع، لا يمكن لأحد أن يزعم أن جميع الأطراف الثورية التي كانت في السابق الآن هي حفية بما يحدث ولا تمارس أي نوع من أنواع التعبير عن الغضب. ما يحدث الآن هو أن هنالك أطراف ثورية نعم تقع في احتكاكات، لماذا؟ لأنها تشعر بغبن طويل ومتطاول، تشعر بأنها لم تجني أي شيء من الثورة، وترى أن الأطراف التي كانت ترى فيها في وقت سابق قاهر وخصم ما زالت موجودة وبنفس طريقتها، بمعنى أنها تعتقد أن الشرطة مثلا ليست جهازا صديقا ولا محايدا بأي حال من الأحوال ولا مهني. يحدث أن تكون هناك اشتباكات، كما قلت أعيد هذا تفسير وليس تبرير بأي حال من الأحوال. أطراف من الشارع الثوري من الشباب يعتقدون أنهم يجب الآن أن يوضع الجميع أمام مسؤولياتهم قسرا، بمعنى أنهم لن يتجهوا مثلا لحمل السلاح مثلا أو هكذا، لكن يعبرون في محاولة الدفاع عن نفسهم، يعبرون بأشكال من نوع الحصب بالحجارة، إلقاء العبوات يحاولون بها الدفاع عن نفسهم في مواجهة محاولات اعتقالهم. لكن كما قلت هذا ليس تبريرا وإنما هو تفسير لما يحدث. وضحت. نتحول إلى السودان، ومنها نقرأ جامعة النيلين تسحب درجة الأستاذية من 2 من أساتذتها. إذ سحبت جامعة النيلين درجة الأستاذية من 2 من الأساتذة اللذين حصلا عليها دون وجه حق وبمخالفة لائحة الترقيات، وتم ذلك من خلال جهة المنح وهي لجنة الترقيات بالجامعة. وقالت الجامعة في تصريح صحفي إن اللجنة أوصت أيضا بسحب درجة الدكتوراه من أحد الأساتذة لحصوله عليها بمخالفة اللائحة. وأوضحت الجامعة أن لجنة مراجعة ملفات أعضاء هيئة التدريس قامت أيضا بدراسة وتمحيص ملفات أساتذة الامتياز ووقفت على مخالفات قانونية كبيرة ومشينة للائحة، حيث كان لبعضهم أكثر من مخالفة قانونية في منح لقب الأستاذ امتياز
فوقفت بكل دقة وأمانة على ملفاتهم. وقالت اللجنة إنها خاطبت جامعات نقلوا منها في بعض الحالات، فتم تصنيف الحالات لممنوحين لم يستوفوا شرط القيد الزمني ولم يحصلوا على رتبة الأستاذية وفق النظم واللوائح الموضوعة لذلك، وهما اثنان. وقال البيان إن ثلاثة منهم لم يرفع ترشيحهم في الزمن المحدد حسب ما نصت عليه اللائحة النافذة والسارية، بل تقدموا بعد 6 و7 سنوات، وهناك اثنان لم يخضعا لشرط النسبة المحددة باللائحة 20%، وتوخيا للعدالة وتطبيقا للوائح وإعمالا لمبدأ المساواة وعملا للإصلاح بالجامعة وعدم استسهال الحصول منها على أي لقب أو رتبة. أوصت اللجنة بسحب هذه الألقاب التي بنيت على مخالفات واضحة وعديدة. هل نستطيع أن نقول أنها واحدة من إفرازات أو من إيجابيات الثورة، ثورة ديسمبر؟ بدأت هناك الكثير من حالات التقصي حول درجة المنح في الجامعات، درجة الدرجات العلمية، الدكتوراه، الماستر، إلى ما ذلك. يعني المؤسسات العلمية التي كانت تمنح الدرجات وفق قوانين وتجاوزات كبيرة جدا في عهد النظام البائد، كيف تقرأين الآن هذا المشهد؟ أعتقد أنه بداية تصحيح المشهد كله الآن يخضع لتصحيح. البلد كلها الآن خاضعة لمراجعة عما حدث في 30 عاما الماضية، بل ما حدث حتى منذ الاستقلال، ما حدث منذ 65 سنة حتى الآن. وهذا طبيعي وضروري ولازم للانطلاق مجددا إلى الأمام ووضع البلاد على السكة. أعتقد أن لا يجب الاكتفاء بهذه المراجعات وسحب الدرجات العلمية وهكذا، لكن يجب أيضا أن تتم تحقيقات جدية تتدخل فيها النيابة وتصل فيها هذه الملفات إلى الجامعات. هذه عمليات فساد منظمة، واضح جدا أنها كمية الدرجات التي منحت والتي سحبت في الفترة الماضية. كلنا تابعنا في الفترة الماضية أن عديد من الجامعات، وليست جامعة النيلين وحدها، ولا أعتقد أن جامعة النيلين هذه فعلت هذا الأمر لأول مرة، ليست هذه المرة الأولى التي تفعل فيها جامعة النيلين هذا الأمر. طبيعي جدا أن تتم مراجعات أوسع وأشمل في كل الجامعات، وستكون هنالك مفاجآت ضخمة جدا. نافذين كانوا في النظام السابق ولا ووزراء ولائيين حصلوا على درجات الماجستير وعلى درجات الدكتوراه، وعين عمداء في الجامعات، وعين عمداء في كليات ومدراء جامعات. كل هذا حدث، لذلك الأمر يستحق أن يكون هنالك وقفة يتدخل فيها القانون فقط. لا يمكن الاكتفاء يتدخل فيها القانون، لا يمكن فقط الاكتفاء بسحب الدرجات العلمية وغلق الملف على هذه. جميل. كيف ينعكس هذا السيناريو على مستوى التعليم حتى لو يعني بعد فترة زمنية؟ نعم، بالتأكيد هذه لديها تأثيرات. أعتقد أنها ستبدأ فعليا في التأثير حتى على أوضاع الأكاديميين السودانيين الموجودين في الخارج الآن، خصوصا أن المنافسة في العالم في المنطقة العربية، أغلب الأكاديميين السودانيين يعملون في المنطقة العربية في منطقة الخليج، المنافسة بدأت فيها عالية وبمعايير علمية رفيعة جدا، والدائرة تضيق دائما في التأهيل. لا يمكن أن تدفع بشخص غير مؤهل وغير كفء لمثل هذه المناطق وتتدهور بناء على ذلك سمعة الأكاديمية السودانية. نأمل إذن أن يتحقق هذا المشهد ويعود التعليم السوداني والمشهد التعليم السوداني كسابق عهده. نتحول إلى وكالة السودان للأنباء، ومنها وزارتا النقل والطاقة توقعان اتفاقية لنقل الفيرنس لمحطات الكهرباء، إذ وقعت هيئة سكك حديد السودان مع الشركة السودانية للتوليد الحراري برئاسة وزارة الطاقة والنفط يوم أمس عقد ترحيل للفيرنس من ميناء بور سودان لمحطات التوليد الحراري بالخرطوم بحري، حيث بلغت قيمة العقد 280 مليون جنيه لنقل 20,000 طن من الفيرنس، وذلك لمدة 3 أشهر. وقد وقع عن جانب السكة حديد المهندس وليد محمود أحمد المدير العام للهيئة، وعن الشركة السودانية للتوليد الحراري المهندس يوسف محمد الطاهر المدير العام. أوضح وزير النقل المهندس ميرغني موسى أن النقل عبر السكة حديد هو الأفضل والأقل تكلفة، مما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وأن ترحيل الفيرنس يعتبر أكبر دعم للناقل الوطني بعد ترحيل السكر، مؤكدا دعمه لمشاريع التطوير المستمرة لهيئة السكة حديد حتى تتمكن من أداء مهامها الوطنية. طيب أستاذة درة، نقف على هذه الاتفاقية لشركة لمحطات الكهرباء بالسكة حديد وتوقيع اتفاقية لنقل الفيرنس لمحطات الكهرباء. ما رأيك في هذه الاتفاقية أولا؟ أعتقد أنها هي محاولة لتنشيط أداء الوزارات الحكومية والهيئات والمؤسسات للتعامل فيما بينها
أعتقد نقل الفيرنس كان يكلف مبالغ ضخمة جدا حينما يتم عن طريق الشركات القطاع الخاص، لكن وزارة النقل هي مثلا مسؤولة قطاع السكة الحديد، يتبع لها قطاع السكة الحديد. حينما يتم تفعيله بهذه الكفاءة بهذه الجدية، سيكون في من موارده يستطيع أن يطور إمكانياته ويستطيع أن يوسع شبكته الداخلية للنقل، يستطيع أيضا أن يتمدد فيما بعد حتى يرتبط ببلدان مجاورة. عملية نقل الفيرنس عن طريق السكة الحديدية كما قال الوزير فعلا هي كلفة أقل بالتأكيد، والنقل عبر السكك الحديد هو ثاني وسيلة أقل كلفة في العالم بعد النقل البحري. في السودان في الأوقات السابقة تعطل السكك الحديدية أو تعطيل بالأصح السكك الحديدية، هذا ما أود الآن أن أشير إليه، نعم، تعطيل السكك الحديدية ساهم كثيرا في إثراء أطراف أخرى لم يجب أن تكون طرفا في هذه العمليات. يعني تم تعمد لتهديم السكة الحديدية في أوقات سابقة لصالح جهات أخرى، جهات أخرى خاصة يستفيد أصحابها، في حين أن الدولة تظل فقيرة. كانت هنالك عملية إفقار متعمد للدولة وتخريب وتعطيل لمؤسساتها بشكل حقيقي. الآن هذه نقطة بداية جيدة في اتجاه أن تستطيع الدولة تلتقط أنفاس أجهزة الدولة تلتقط أنفاسها مجددا وتظهر بمظهر أنها قائمة بواجباتها في إطار مهامها وفي خدمة الدولة والمواطن. جميل، إذن هي نقطة ضوء أخرى ونقطة إيجابية أخرى. وعندما يعني نأخذ الحديث من عمال السكك الحديد سكة الحديد سابقا يتحدثون عن أنه حقا كان هناك خطة لهدم السكة الحديد، وهنا أيضا عنوان بعودة القطار وما إلى ذلك، لكن نقف على قضية الكهرباء بعد هذه الاتفاقية. كيف يمكن أن ينعكس هذا إيجابا على استقرار الإمداد الكهربائي، نعم، للمواطن؟ نعم، أيضا هذه إشارة مهمة جدا، أن استخدام السكك الحديدة في نقل الفيرنس تقليل كلفة نقل الفيرنس نفسها، ونقله عن طريق مؤسسات حكومية يسهل المحاسبة. أعتقد أننا في قبل رمضان كانت هنالك لجنة التحقيق وجه بها مجلس الوزراء بعد الحديث عن أن استقرار الكهرباء سيكون في شهر رمضان قبل شهر رمضان بأيام، ولم يحدث، ودخل الناس رمضان بكهرباء متذبذبة وانتهى رمضان أيضا بكهرباء متذبذبة. كان مجلس الوزراء شكل لجنة التحقيق في هذا الأمر، حول كان الحديث فيها عن أن تسليم الفيرنس تأخر لأكثر من 6 أيام، وهو ما لم يكن متوقعا أو يجب أن يحدث بأي حال من الأحوال. تقليل الكلفة أمر واحدة من المكاسب، أيضا ضبط الأداء الحكومي في هذا الملفات ومحاسبة الجهات المسؤولة هو مكسب. هل يمكن أن يكون هناك أيضا منفذ لأشخاص أو بشكل شخصي لتهريب بعض الفيرنس إلى جهات ما والاستفادة بشكل شخصي؟ صعب أن الحديث عن تهريب وقود الآن بأي شكل من أي نوع من أنواع الوقود في الوقت الحالي. صحيح. بعد خطوة إكمال تحرير سعر الوقود ودخول السوق الآن يعني بالسعر العالمي، حسب السعر العالمي، هل يدخل الفيرنس أيضا ضمن هذه الخطة؟ هذه المكونات، لكن أعتقد بشكل أساسي الفيرنس ليست كل البلدان تعتمد على الفيرنس. تهريب الفيرنس ليس بسهولة تهريب الأنواع الأخرى من الوقود، الجازولين والبنزين، باعتبار أن البلدان الأخرى لديها احتياجات توفيها بشكل محدد. لا أعتقد أن الفيرنس سيكون من ضمن هذه المواد القابلة للتهريب. جميل، الخبر الذي ينتظره المواطن السوداني، يعني بالرغم من كثير من صعوبات الحياة، إلا أن المواطن أصبح عندما يجد الكهرباء تخفف عليه الضغوطات، والدليل 30 يونيو لم تقطع الكهرباء، وكأن الدنيا كانت عيد للمواطن السوداني. كيف ينعكس أو متى يمكن أن تستقر الكهرباء بعد هذه الخطوة؟ ما هي التوقعات في إمداد التيار الكهرباء؟ أنا شخصيا لم أعد أثق في تصريحات وزارة الطاقة على الإطلاق في هذا الأمر، لأنها تحدثت سابقا عن أنها ستكون هناك كهرباء مستقرة خلال رمضان، لم يحدث هذا. تحدثت عن استقرار الكهرباء أثناء الامتحانات، لم يحدث هذا، لم يحدث أيضا. الآن وفي وقت سابق تحدثت عن أن هذه المشكلة ستنتهي بحلول شهر أغسطس المقبل، حتى الآن مع أنه كان هناك زيادة غير معلنة منذ بداية هذا الشهر ولم يتحدث عنها أيضا، نعم، شركة الكهرباء. نعم. إذن يعني
بعد هذه المبالغ الطائلة ماذا تحتاج هذه الجهة لاستقرار الكهرباء؟ واضح جدا أن الكهرباء تعاني من مشكلتين، سوء إدارة داخلية، وأيضا الوزير لا أعتقد أنه يستطيع أن يواجه الشارع بما يحدث، أو على الأقل ليس لديه تلك القدرات الكافية للتعامل مع هذا الأمر. المشكلة الآن فيها مشكلة إدارة عليا وإدارات داخلية في أزمة الكهرباء، ليست المشكلة فقط محطات متهالكة أو إشكالات نقص وقود أو كل هذه التفاصيل، المشكلة إدارية في المقام الأول على جميع المستويات. ووصلت الرسالة. إذن الآن نتحول إلى السودانية الدولية، ومنها بعد توقف ل16 عاما القطار يعود على خط الخرطوم عطبرة بورسودان. في التفاصيل، إذ أعلن وزير النقل المهندس ميرغني موسى عودة رحلة القطار إلى خط الخرطوم عطبرة هي جبيت بورسودان يوم الثلاثاء المقبل لأول مرة بعد توقف دام ل16 عاما. وقال الوزير في تدوينة على حسابه على الفيسبوك إن الرحلة الأولى ستكون استطلاعية يوم الثلاثاء المقبل من مدينة بورسودان لمعرفة حجم الطلب وتحديد أيام الرحلات. وأعرب المهندس ميرغني موسى عن شكره لوالي ولاية البحر الأحمر الذي أبدى رغبة في التعاون وفي تقديم كل الدعم والسند اللامحدود لإنجاح الرحلة ومن ثم الاستمرارية لباقي الرحلات، مؤكدا عمل وزارته على عودة سكة حديد إلى المحطات الأليفة. يعني الآن أستاذة درة، كما كنت تتحدثين عن عودة السكة حديد وإسهامها بالتأكيد في إصلاح الاقتصاد الوطني، كيف تقرأين الآن هذا الخبر؟ الخبر هذا مؤشر جيد جدا على تحسن الأوضاع والجدية فيها. لا أستطيع هنا أن أستبعد ربطه بما دار في لقاء محدود لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، بداية الأسبوع الماضي، مع عدد من الصحفيين السودانيين، تحدث فيه عن التوقعات بشأن هيبك، وأيضا المتوقع بعدها من تدفق أموال تقدر بنحو 2.5 مليار دولار. كانت إشارات واضحة في هذا الأمر أنه لا يتوقع أحد أن تذهب هذه الأموال لدعومات وزيادات رواتب أو شيء من هذا القبيل، بل بشكل أساسي تحدث رئيس الوزراء عن تأهيل البنية التحتية للبلاد، وتحديدا السكة الحديدية والسكك الحديدية والطاقة، مجال الكهرباء ومجالات الطرق، وأيضا الصحة والتعليم، وهي أيضا من مطلوبات المجتمع الدولي أو الصناديق الدولية التي تتعامل مع السودان الآن، هو أنه يجب في نفس الوقت حينما ترفع الدعم يجب أن تدعم قطاعات أخرى أهمها الصحة والتعليم. مبادرة حراك رئيس الوزراء الآن. إذن هل هذا يحفظ حقا مبالغ الدعم والقروض التي ستقدم عبر صندوق النقد الدولي من أيادي الفساد وطائلة الفساد؟ بالتأكيد لابد أن تكون هنالك رقابة. حتى بالمناسبة الجهات المقرضة والمانحة لا تتفرج على هذه الأمور، وهذا يعيدنا مباشرة إلى أن ما حدث في الفترات الماضية حينما تراكمت الديون وتكاثر الفساد بسببها توقف العالم عن إقراض السودان وعن المنح. فالدقة والمحاسبية والشفافية، ونعتقد أن هنالك تقرير الأسبوع الماضي تحدث عن ارتفاع وتطور مستوى الشفافية في الشفافية السودان، وهذا إنجاز غير مسبوق على ما أعتقد في السنوات في العقود الماضية، استحق حفاوة عالية لكن لم يحدث، بمعنى أن السودان كان في معايير الشفافية في درجات منخفضة جدا. صحيح. طوال عقود. حينما يتحدث العالم عن أن السودان الآن بدأ يتعامل، أن الأوضاع في السودان فيها الآن مؤشر الشفافية فيها يرتفع، فهذه مؤشرات إيجابية جدا وتأكيدات على أن الأوضاع البلاد تمارس الآن فيها مزيد من الرقابة ومزيد من المحاسبية. جميل. دعينا نقف قليلا على وضع الأخبار في الفترة السابقة، وكنا نتحدث من خلال البرامج التحليلية عن دائما شكاوى وضيق ومشاكل وسلبيات، الآن بدأنا نتحدث عن إيجابيات، نلتمس إيجابيات، هل هذا حقا يقود المشهد إلى أن البلاد في حالة انفراج؟ ما هي القراءات التي يحتاجها أو ستنعكس على المواطن إيجابا؟ كيف متى بحسب القراءات والمعطيات؟ نعم، حديث الحكومة كان واضحا جدا في الفترة الماضية عن أن البلاد ستمر بثلاث سنوات قاسية
بعض الشيء، وهو ما يحدث الآن فعليا. نحن الآن نعيش فترة قاسية جدا، بالمناسبة ليست هنالك الآن أي مؤشرات لتحسن بشكل ملموس، لكن هنالك الأمل، الأمل بناء على ما يحدث من تطورات، بمعنى أن تخرج من قوائم سيئة كلها، صحيح، أن تبدأ تنفتح على المجتمع الدولي، بدأنا نلتمس خطط. كنا نبحث عن الخطط، نعم، يعني حين تتذكر أن هنالك كانت قروض ضخمة جدا تؤخذ باسم السودان وعلى حساب المواطنين ثم تذهب للا شيء. كم من القروض أخذت لإصلاح الكهرباء؟ كم من القروض أخذت باسم مشروعات السدود لتوليد الكهرباء؟ كم من القروض أخذت لتأهيل السكك الحديدية التي دمرت وفككت بتعمد كامل؟ الآن تعلم جيدا أن على الأقل هنالك خطط واضحة ومدروسة، على الأقل هنالك رقابة داخلية ورقابة مجتمعية، على الرغم من غياب المجلس التشريعي، بمعنى أن الشارع رقيب جيد حتى الآن في الوقت الحالي، رقيب جيد ويتابع كل شيء، الحديث عن كل الشارع الذي يسأل عن أموال القومة للسودان لم ينسها أبدا ولم يتجاوزها، تحدث عنها أمس في تصريح وزير رئاسة مجلس الوزراء، وتحدث عن أنها ما زالت موجودة وانتقد في هذا. كل هذه لم تكن إجراءات لكم، لم تكن مسبوقة في الوقت السابق، في الأوقات السابقة كانت هنالك رقابة من الشارع على الأقل على مستوى الأحزاب، كانت تقدم إحصاءات وتقدم بيانات وتقدم معلومات. الآن الأحزاب نفسها بما أنها كونت الحكومة أو جزء، أو باتت جزء أساسي وأصيل من الحكومة، باتت هي نفسها تحت الرقابة، باتت هي نفسها تحت النظر ومتابعة الشارع حتى في غياب المجلس التشريعي. أعتقد أنه حتى إن قام المجلس التشريعي الشارع تعود على أن يكون رقيب، الشارع تعود على أن لا يرضى بأي كلام، الشارع تعود على أن يطالب بحقوقه، وسيستمر هذا الوضع. نعمل ذلك. نتحول إلى الانتباه، ومنها نقرأ على لسان جعفر حسن: موكب القضارف خروج من دائرة السكون والمقاومة، إذ سير التجمع الاتحادي موكبا سياسيا لولاية القضارف صباح يوم الجمعة من مركزه العام بالخرطوم لحضور فعاليات المؤتمر العام للتجمع بولاية القضارف وإقامة ندوة سياسية كبرى مساء أمس بمدينة القضارف. ووصف الناطق الرسمي للتجمع الاتحادي جعفر حسن موكب الاتحاديين بأنه فعالية وجزء من العمل السياسي للتعريف بمشروع التجمع، وقال إنه خروج من موقف السكون والمقاومة لبناء الحزب الداخلي، ودعوة للأحزاب للشروع في البناء الديمقراطي لتصبح أحزابا راشدة تمارس الديمقراطية في داخلها، مؤكدا حرص حزبه لترسيخ العمل الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية. أستاذ ذرة، رأيك في حديث الناطق الرسمي باسم التجمع الاتحادي وتسيير الحزب موكبا سياسيا لولاية القضارف؟ أعتقد أنه إجراء تقوم به الأحزاب بشكل عادي. أنا لا أدري بصراحة لماذا اخترتم هذا الخبر على أي حال من الأحوال. كانت هناك في الفترة الماضية نشاطات كثيفة لحزب المؤتمر السوداني، أقام مؤتمرات قاعدية وطرح فيها مشروعات وانتخب فيها قيادات شابة. حزب الأمة أيضا في الفترة الماضية قام بنفس الشيء وصعد قيادات شبابية وقام بمجهودات كبيرة، لكن على أي حال أعتقد أنه الحراك السياسي الأحزاب هو خطوة في إطار استعداداتها لما بعد الفترة الانتقالية، أي لما بعد الانتخابات. يجب أن تكون كلها خاضعة للنقد والنظر فيها وتشريح ما يحدث الآن وتحليله بشكل موضوعي. المهتمون يتحدثون عن أن الأحزاب السياسية أو المشهد السياسي فيه فقر كبير جدا على مستوى الثقافة السياسية، على مستوى طبيعة العمل السياسي الذي تصف في المصلحة الوطنية، التشاكس السياسي في النادي السياسي في السودان يشوبه الكثير من التجاوزات بعيدا عن الخط الصحيح للسياسة. الآن تصريح جعفر حسن أن هذه الخطوة تصف في مصلحة التحول الديمقراطي والثقافة السياسية الصحيحة التي تخدم المصلحة الوطنية، ما المطلوب من بقية الأحزاب للسير في هذا النهج؟ كل الأحزاب أعتقد أن لديها نشاطات واسعة جدا في هذا الاتجاه. كما قلت سابقا، حزب الأمة ينشط في مؤتمرات منذ فترة، حزب المؤتمر السوداني ينشط، جميع الأحزاب تقريبا تتحرك بفاعلية، الأحزاب الكبيرة والمعروفة تتحرك بفاعلية وجدية في هذا الاتجاه. المشهد السياسي الآن بشكل عام هو معقد، وهذه طبيعة فترات الانتقال بالتأكيد، وطبيعة البلدان التي تخرج من سنوات قمع سياسي طويل، بمعنى أن الأحزاب مفككة لحد كبير أو منهكة، إن لم تكن مفككة فهي منهكة، أو حتى إن لم تكن مفككة أو منهكة فهي قليلة الخبرة مثلا في العمل في إدارة الدولة،
هذه التفاصيل كلها يجب يعني النظر فيها ومعالجتها خلال الفترة الانتقالية والاستعداد نعم. للانتخابات العام نقطة المقبلة. مهمة وبإيجاز البعض يتحدث عن أن الولاء للحزب قبل الوطن هي مشكلة كبيرة جدا، كيف تقرأين هذه الجملة وإن صحت ما المطلوب لكي يصبح الولاء للوطن قبل الحزب؟ أعتقد أنه مناهج التربية الوطنية في السودان تحتاج لإعادة نظر فيها أيضا. المفاهيم الاجتماعية، بمعنى أنه أعتقد أن الأوان لتدخل علماء الاجتماع والخبراء والمختصين في علم الاجتماع لتحليل هذه الظواهر ووضع خطط لمعالجتها بشكل جمعي في المجتمع السوداني. الولاء في السودان الحزب أكبر من الولاء للوطن، الولاء للقبيلة أكبر من الولاء للوطن، الولاء حتى الفريق الرياضي أحيانا يكون أكبر من الولاء للوطن، يعني حينما يلعب المنتخب القومي، وهذه معضلة حقيقية، المنتخب القومي قد لا يجد الرواج الذي يمكن أن يلعب به أحد الفرق. نأمل إذن أن يصبح الولاء للوطن كي نصبو بهذا الوطن في الموقع الذي نحلم به. الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية أستاذة ذرة قنبو، دائما ما أسعد بحضورك وبهذه القراءات، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا ونهارك سعيد. شكري لك، والشكر موصول لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقة. إلى اللقاء.